زمن كثر فيه الفساد. حرامي مثلا هو بيسرق بيدعي ان ربنا يسترها معاه. وكثر من يعتقدون انهم فوق القانون. اللي زي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. تكشف اسرار جديده على يديه. ده ملف لكل وزير، الحكومه هتشيل قريب ان شاء الله. ليسدل الستار عن قبح فسادهم. الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. كل شوية هتوقع لي وزير ورا التاني. الله يخرب بيتك يا ذات. عوالم خفية، الحلقات الأخيرة من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.